السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف أداة بتضيف الليجند اللي كل الشتات في مرة واحدة أو لبعض الشتات، تقدر تختار زي ما أنت عايز وتختار المكان اللي هتتحط فيه، هل هي هنا بحيث كلهم بقى نفس المكان. الأداة دي من بيم سوفت سوليوشنز، واحنا اتفقنا معاهم إن أي حد هيشتري أي أداة من الأدوات اللي عندهم يقدر يبعت الوصال، الإيصال اللي هو ريسيبت، ويكتب بس كلمة بيم أريبيا في قلب الملف وياخد تخفيض أو يسترجع 10% من قيمة الحاجة اللي اشتراها. الأداة ديت موجودة على الأب ستور، وبعد كده بتعمل لها داونلود. وبعد كده هنيجي مثلا على أي شيت، هنبدأ نضيف ليجند وليكن مثلا ليجند دوت. في المكان دوت مثلا، تمام. لاحظ ان الشات التانية ما فيهاش الشيت دوت، تمام. هاجي هنا هعمل عليه سيلكت واروح للاداة بيم سوفت ليجند، وبعد كده هختار الشتات اللي انا عايزها. ممكن تختارهم كلهم او تختار بعضهم، تقول له اول شيت. ممكن تختار هل انت عايز تضيف الليجن ده ولا عايز تحذفه، اقول له مثلا اد، تمام، وهقول له اوكي. فهروح بعد كده لاي شيت من الشتات هلاقيه اتضاف في نفس المكان، فده بيسهل لي الشغل وبيخلي الشغل مظبوط، تمام.